يعني السيد الكاظمي دا يحاول أن يعمل جاهدا حسب كل أصدقاء اللي دا نشوفهم واللي دا يشتغلوا، دا يحاول يبني، دا يحاول. المسألة مو سهلة، المسألة فيها تراكم طويل جدا، أكثر من 4 عقود هذا التراكم، من الصعب بليلة وضحاها أن يتغير. أتمنى التوفيق والنجاح في أن يستطيع أن يعبر هذه المرحلة ويحجم كل الميليشيات ويجمع السلاح بيد الدولة ويعيد بناء دولة حقيقية، حتى وإن كانت الفترة قصيرة، لكن هناك على الأرض بعض الأشياء المهمة اللي تحققت اللي نتمنى أن تتعزز بأن يكون الدولة لها الكلمة العليا في إدارة البلد وشؤونه، وعدم السماح للسلاح المنفلت وللتدخل من قبل الأحزاب التي لا ولاءها لغير العراق. هذه هي مشكلتنا. شكرا سامي. شكرا.